هلا اخر شيء رجعت صارت 48 ساعه 72 ساعه لتجي ساعه. بدي اقل شيء 15 امبير. طيب 15 امبير 300 دولار منين بدي اجيبهم انا؟ 300 315 دولار. رجعونا 100 سنه لورا. يعني رجعنا 80% لورا. هون كان عندي برادين انضربوا من الكهرباء، اجى تبع الكسر اخذهم. كنت حط الحلوم الاشقوين والمرتديلا ولك البسطرمه كنت جيبها، هيدا كله التغى. بالاول كانت تنقطع الكهرباء 3 ساعات كانت مقبوله وطبيعيه، يعني كنا نتقبلها وكان كل شيء ماشي عنا الحال. في شغلات كثير التغت، يعني شو بدي اقول لك، هي مثل ما شايف عينك البرادات كلها مفتحه كله واقف، صاروا خزاين البرادات عنا. هي براد 2 3. هلا الشوكولاتات نحن عم نركز على الشيء اللي فيه القاسي البسكوت، يعني مش انه شوكولات كاننا نجيب الواحد الميلكا شوربه ما فيك تحطه دقيقه لغيناه. وقصة اشتراك ما فينا نشترك يا اخي ولا باي شكل. وبالنسبه جاري الله يسره اعطاني شريط من عنده، جبت الفريزر من البيت نزلتها تاخذ نص امبير. يعني هيدي هلا عملنا بهيدي، هيدي رحنا فيها، هيدي الصغير اللي شايفه هلا. ابني عنده محل ما في كهرباء والعالم عطشانه، بدها تشرب بيبسي بدها تشرب مي مسقعه، ما في بقى. كل يوم ننزل نجيب لوح ثلج، عندنا نحن براد هذا اللي بيخزن السقعه. وهذه كانت عم تشتغل عادي، ما كانت قهوه وكاكاو وهذا كل شيء. لما انقطعت الكهرباء وقفناها ما عاد لها شغل. أماني سمارة التلفزيون من شان فيه شو ما منضوي، لأنه لو اجت الكهرباء بدك تحضر برنامج ما بتلحقه. هيدا اللي مقاس كان الكمبيوتر، بس لأنه حتى ما عنا يعني حتى نجيب شارج جديد، عرفت كيف؟ قويناه زبطناه وعملناه هو بشارج البطارية، يعني هو هلا عم بيشرج البطارية بدل ما نجيب لها شارج. بطلنا نطبخ لأنه ما في كهرباء، بينتزع الأكل براد نعوة بطلع سخن ما كأنه في براد. فاضي ما في شيء. الجلي محطوط بالارض هون لانه نحن خزينا المي عنا على السطح برا، لنقدر نسحب مي لهون على التدخيته وتجي المي هون بالحنفيات لنجلي، بدنا كهرباء. وهيدي شوف الغسيله مكون، فانا بحط كم قطعه بجات بلاستيك، بحط فوقهم شويه بيرسيل او طايد وبعكهم بايدي. هيدي بالطريقه البدائيه يعني من زمان. تسليتي الوحيدة بسمع أخبار شو صاير بالدنيا شو صاير بالبلد. حلاق بوشي حاطط بروجيكتير فوق بضوي بنور علي شوي. اللي عاملين هدول أصحاب المولدات على العلب تاعولهم حاطين بروجيكتيرات كمان فوق العلب، فهدول عم بيساعدهم ينوروا الشارع شوي. عايشين على الشمع، ردونا لأيام الحرب الأهلية بس بدون قذايف وقواص.